أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى المساجد البعيدة التي يكون أئمتها قراء حفاظ وعندهم أصوات يرغبون الناس بالخشوع في الصلاة؟ إن كان رغبته في الخشوع والتأثر هذا طيب، أما إن كان رغبته سماع الصوت فقط والتلذذ بالصوت هذا لا ينبغي له أن يسافر ويروح بعيد علشان الصوت. نعم.